تقول: أكلت طعاما وأنا أشك في مصدره، هل هو حلال أم حرام؟ مع العلم أن مشتري هذا الطعام معروف عنه أنه أحيانا يكسب كسبا غير حلال، وحينئذ بدأت أفكر في ذلك الطعام الذي أكلته وأنا مشتهية له كثيرا، هل يكون دعائي غير مقبول لمدة 40 يوما أم ليس علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أكل الحرام خطره عظيم، وأنه يمنع قبول الدعاء، ولا يحدد ذلك في 40 يوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل قال: في الذي يطيل الشهر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، يشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فلم يستجاب لذلك. هذا نفي لقبول دعائه، ولم يحدد ذلك في 40 يوما أو أقل أو أكثر، بل كل فترة أكله للحرام أنه لا يستجاب له دعاء. هذا في الحرام صريح. أما المشتبه الذي لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام، فالأصل الحل، الأصل الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل، ولكن إذا تركه من باب الاحتياط والتورع فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فترك المشتبه تورعا واحتياطا لا بأس به، بل هو أمر مطلوب مرغب فيه، لكن ليس هذا من باب الوجوب. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحالتها بالذات حبيبي الشيخ، لا، حالتها كما ذكرنا، ما دام انها لم تجزم انه حرام فانه لا يحرم عليها اكله، وان تركته من باب التورع والاحتياط فلا بأس. تقول انها اكلت، اذا الحال كما ذكرتم. جزاكم الله خيرا.